عشان ما يحصلش فيها كسل في العين. نعم دكتور، بنسمع كمان عن احمرار العين، وساعات بنلاحظ ان الاطفال ممكن يبقى فيه زي افرازات صمغية كده الصبح، ده بتبقى ايه السبب؟ هو السبب هو التهاب الجفن، هو اللي ممكن يوصل ان هي العين تحمر قوي، وعدم وجود صحه، اهتمام بالصحه العامه للشخص انه يتعود يغسل وشه كل يوم بميه وشامبو او ميه وصابون. يعني دايما الناس يقول لك هجيب صابون عالمي، اه لازم تجيب صابون عالمي، يقول لك صابون بريحه او مجريحة، لا ده ينفع وده ما ينفع وكل حاجه، يعني لازم يتحط لازم صابون لازم على العين عشان تنضف اكتر. لا يعني هو في حاجه بديهيه، اول ما اقرب لاي عين اللي بيحصل بيقفل عينيه طبعا، فطبعا لما هيجي يغسل الطفل يغسل وشه هيقفل عينيه والصابون، فالصابون مش هيخش العين. طب افرض انه دخل، يعني هيحصل مش هيحصل حاجه، لكن عدم استعمال صابون وعدم استعمال نظافه شخصيه كل يوم بيؤدي الى ان في تراكم افرازات، وبيؤدي ان بلد زي حالتنا عندنا تراكمه كتير، المرض التراكمي ينتشر.